بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بالنسبة للامتداد الزمني والمكاني للجائحة، نحن نتحدث على المستوى العالمي الآن، ولهذا يقول الرب لا شك فيه، لكن من هو الرب؟ لا واحد منهم يعرف، ما يعرفه إلا اللي صدقوا معه وأخذوا القرآن كقول رباني خاتم الأديان، واعترضوا بأن الرسول الإسلام ليس بمجنون عليه السلام، ليس بمجنون وليس بشاعر وليس بكذاب وليس بجاهل، أمي من حيث الكتاب، أما هو أعطاه ربي جواب من الكلام لأنه أحبه، لأنه حب المولى الأول، المولى عز وجل، وأحب محمد عليه الصلاة والسلام، والله أكبر أبد الآبدين، آمين يا ربنا.